ام يا خرابي عدموكوا. انا نازله حالا. ورمه يا حميده ده فرقة خالص يا عزيزه. ان شاء الله تموت يا رب انت وامك. ما الشر عنه يا عزيزه، ده كله نخوه وطني. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين ياما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي لا 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 ياما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي. جرى ايه يا ام حميده؟ تعالى يا اخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتهروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلتلهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم اقتلهم اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ ها؟ انا بقيت اضرب في البيت اللي اسمها عزيزه دي وقلبي بيتقطع. سلامة قلبك. ليه بقى؟ اصلها عجبتني، جيت الحق شجاعه وغلبويه، وانا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكب. لا يا عم، انا يعجبني الصنف بتاع حميده، اول نساء في حياتي. زار انت هو يا قاضي، اعتدوا على بنات زار انت هو. لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى يا ام حميد. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي؟ يا جدع انت وهو يا جدع. الجدع يا اخت، انا ملياش دعوه. المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك ثمنها. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حبايه عينك يا حرام. اتفضل. عاجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزة، ما يصحش الست تشتم راجل أبدا. يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أشتمك؟ أنتِ وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتك. حنفي. أيوة تعبلي كده. أنتِ عارفة إن كلمتي مش ممكن تنزل الأرض أبدا. حنفي. خلاص هتنزل المرة دي. عايزة كام في السمك يا ست أم حميدة؟ 100 قرش. بدون مناقشة. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا؟ اهم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحة يا عزيزة، ده جهل بعيد عنك. اسمك ايه؟ حمودة ابن حميدو. وانا اسمي حميدة، شايف محاسن الصدف. وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسة ورخيصة؟ ما تبقى لهم نورماندي حنفي. بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاثنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان النورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفاتحه يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفاتحه دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفاتحه على نورماندي يا بت تهدي. اهي سرقتك دي اللي بتطفش منك الهدفان. ادي 10 جنيه عربون. ها هات يا وليه، ما تعقلي. بقول لك هات ال 10 جنيه يا وليه، بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع الا على جتته. حنفي. مفيش حنفي، انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي، انما اعملي حسابك المره الجايه مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينوا نورماندي. Thank you.
رأيك بقى في اللقطة دي؟ لكن دي بايظة خالص يا ريس حنفي. بايظة ايه يا راجل انت؟ ما بايظة الا الشيطان. انت متأكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركة اللي انتم. لكن يا ريس حنفي لا لكن ولا حيثم. احنا قرينا الفاتحة خلاص والعربون معايا. تفضلوا بقى نكتب العقد عند البزفاندي. بزفاندي ده سمسار مراكب وأباني وكيل أعمال وسائط توجيهية، يعني شهر عقاري متجول. تفضلوا معايا.